يحصل الفيروس التاجي على اسمه من النتوءات الشبيهة بتاج على سطحه، وعادة ما يسكن أو يعيش في الحيوانات البرية مثل الخفافيش، ثم ينتشر إلى مضيف وسيط قبل أن يصيب الإنسان من خلال تطوره وإمكانية حدوث طفرات. وقد انتشر أخيرا بين البشر من خلال الانتقال من إنسان إلى إنسان. مصدر العدوى الرئيسي هو المرضى المصابين بفيروس SARS-CoV-2، وينتقل بشكل رئيسي من خلال رذاذ الجهاز التنفسي والاتصال الوثيق مع المرضى المصابين بالفيروس. في بعض الأحيان يكون هناك ناقلون للمرض بدون ظهور أعراض عليهم، وهؤلاء هم مصادر محتملة لعدوى SARS-CoV-2، ويمكن لأي شخص أن يصاب بغض النظر عن الجنس أو العمر. الوقت الحالي لدينا فهم محدود فيما يتعلق بالSARS-CoV-2، ولكننا قد تعلمنا من فيروس السارس السابق الذي يحمل بعض أوجه التشابه اللافتة مع SARS-CoV-2، حيث أنه يمكن أن يعيش لعدة دقائق وحتى 3 أيام حسب البيئة المحيطة. فيما يلي بعض النصائح التي تحتاج إلى اتباعها لمنع العدوى. بادئ ذي بدء، قم بارتداء قناع طبي أو قناع جراحي من ذلك الذي يستعمل لمرة واحدة فقط عندما تكون في الخارج. إليك كيفية ارتداء القناع بشكل صحيح. امسك القناع بحيث يكون الشريط الصلب القابل للانحناء في الأعلى والجانب الملون مواجها للخارج. اسحب الجزء العلوي من القناع فوق أنفك وأسفل القناع فوق فمك وذقنك. ضع الشريط المعدني على جسر أنفك من المنتصف إلى الجانبين. اضبط القناع ويجب أن يتناسب بشكل كلي ولا يسمح بوجود فراغات مع الوجه. قفازات أو النظارات الواقية ليست ضرورية كممارسة روتينية. ثانيا، اغسل يديك بانتظام. اغسل يديك بعد العودة من الأماكن العامة، بعد السعال أو العطس في يديك، وبعد خلع الأقنعة، قبل وبعد الوجبات، وبعد لمس الأشياء المتسخة. من المهم أن تغسل يديك بطريقة محددة، فبعد أن تبلل يديك تأكد من استخدام معقم اليدين أو الصابون الرغوي بالتساوي على يديك وأفركه بعناية. أفرك يديك معا وكذلك ظهر يديك على راحة يديك، وأفرك أصابعك مع مراعاة تخليل ما بين الأصابع لمدة 15 ثانية على الأقل. أشطف يديك جيدا تحت الماء الجاري. ثالثا، التطهير المنتظم مطلوب. يمكن تطهير الجلد عن طريق المسح أو الغمس في الكحول المركز بنسبة 75%. يمكن تطهير الأشياء مثل الهواتف المحمولة والمفاتيح ومقابض الأبواب عن طريق المسح باستخدام الكحول المركز بنسبة 75% أو المطهر المحتوي على الكلور. ولكن لا تستخدم مطهرات مختلفة في نفس الوقت لتجنب إنتاج مواد سامة. بالإضافة إلى ذلك يجب الحفاظ على التهوية بشكل صحيح من 2 لـ3 مرات في اليوم، لا تقل عن 30 دقيقة في كل مرة. ومن الممكن أن يكون تكييف الهواء المركزي قادر على أن ينشر المرض، لذلك يجب إيقاف استخدام التكييف المركزي أو تقليله أثناء تفشي المرض. ماذا لو كنت مصابا؟ الأعراض مختلفة لكل فرد، فقد تظهر بعض الأعراض بينما البعض الآخر لا يظهر، وقد تتطور العلامات والأعراض بعد فترة حضانة من يوم إلى 14 يوما، بشكل رئيسي ما بين 3 إلى 7 أيام. تشمل الأعراض الرئيسية لكوفيد-19 الحمى والسعال الجاف والتعب أو الإرهاق، وتشمل الأنواع الأخرى احتقان الأنف وسيلان الأنف والتهاب الحلق وألم عضلي وإسهال. ويمكن العثور على أشعة مقطعية غير طبيعية للصدر في بعض المرضى. للحالات المشتبه فيها مع الأعراض المذكورة أعلاه، يتم تشخيص المرضى بشكل رئيسي من خلال الطرق 3 التالية. أولاً، المقايسة الكمية Quantitative Fluorescent Real-Time PCR في الوقت الفعلي للكشف عن اختبار SARS-CoV-2 والذي يظهر إيجابياً. ثانياً، الكشف عن التسلسل الجيني للفيروس أو الشفرة الجينية والتي تكون متسقة للغاية مع البنية المعروفة لـ SARS-CoV-2.
ثالثا الكشف عن الأجسام المضادة الخاصة بالسارس كوف 2 في عينات المصل. حتى لو ظهرت عليك الأعراض لا داعي للذعر، وعليك بالثقة في الأطباء. التشخيص جيد لمعظم المرضى، فقط عدد قليل سيكون في حالة حرجة. تذكير أخير، احرص على الراحة جيدا وتناول الطعام الخفيف وشرب الكثير من الماء وعدم تناول الحيوانات البرية وممارسة التمارين الرياضية باعتدال والبقاء إيجابيا أثناء تفشي المرض. دعونا نكافح ضد الفيروس التاجي معاً.